حاجات كتير عاوز تعملها واهداف كتير عاوز تحققها، لكن مشكلتك دايما هو ان مفيش وقت، صح؟ في الفيديو ده باذن الله هعرفك ازاي تلاقي وقت تعمل اي حاجه انت عاوز تعملها. اول حاجه بس تعملها هو انك تسمع الفيديو ده على الشاشه الكامله من الاول للاخر علشان تفضل مركز معايا ومفيش حاجه تشتتك، وحاول تاخد كلام الفيديو ده بعقليه المتامل والمحلل. انا اكلمك في الفيديو وانت تحلل المحتوى وتحاول تطلع منه بمخرجات تناسبك وتناسب ظروفك. يلا بينا نبدا الفيديو سوا. لو انت اول مره بتشوفني فانا محمود عيد، طبيب مصري، وبتكلم هنا على القناه عن مواضيع زي اكتساب المهارات وزياده الانتاجيه واي ما يرفع من جوده الانسان في الحياه. وهتلاقيني احيانا بتطرق لمواضيع زي الربح بالانترنت وازاي تحقق لنفسك الحريه الماليه والاستقلال المالي، وبحاول تكون كل فيديوهاتي مبنيه على الدليل العلمي والتجربه الشخصيه علشان توصل ليك بشكل صادق. فلو مهتم بالنوع ده من المحتوى فما تنساش تشترك في القناه وتحاول تتفاعل مع فيديوهاتي باي شيء، سواء لايك او كومنت او اي حاجه، علشان ده يخدمك انت اولا بانه يشجع خوارزميات يوتيوب بانها تعرض لك المحتوى المتشابه مع فيديوهاتي. مش هطول عليك اكتر من كده وخلينا نبدا مع بعضينا فيديو النهارده. فعلا للاسف مع الوقت الحالي العمله الاساسيه اللي كله بيسعى ليها هي انتباهك، علشان كده هتلاقي كل حاجه حواليك بتشتتك وبتسحبك، واللي هتلاقيه للاسف اثر بشكل سلبي على كفاءه يومك وبركه وقتك. فتلاقي نفسك على الرغم ان اهدافك كتير لكن للاسف مش لاقي الوقت اللي يخليك توصل ليها، او نفسك تمارس هواياتك المفضله او تتعلم اي مهاره جديده ولكن دايما مشكلتك هي انك مش لاقي وقت تعمل ده، على الرغم ان في غيرك عنده نفس ال 24 ساعه بتوعك ولكن بيحقق الصعب انت تحققه بنفسك. علشان كده الفيديو ده معمول مخصوص عشان تحسن ادارة وقتك وتلاقي وقت لاي حاجة عاوز تعملها. اول واهم حاجة هي ادراكك بقيمة الوقت. ادراكك بقيمة الشيء اللي في ايديك هيخليك تحافظ عليه وتعتني بيه بشكل كويس. وقتك هو راس مالك الاساسي. لو حسبت اي حاجة في الحقيقة هتلاقي تمنها هو وقتك. كل حاجة انت بتدفع تمنها في الدنيا دي من اكل او شرب او ترفيه اصله في الاساس هو وقتك. لو ما عندكش وقت ما كنتش اشتغلت، ما كانش يبقى معاك ثمن كل اللي بتستمتع بيه دلوقتي من صلاحيات ورفاهيات. فكر في الموضوع بعمق هتلاقي نفسك خايف على كل دقيقه من عمرك. دي من النظريه الماديه. كمان الاهم والاساسي هو ان وقتك وعمرك مسؤوليه هتتسال عليها وعن عمره فيما افناه. فادراكك بقيمه وقتك فعلا هيخليك حريص انك تصرفه في شيء مفيد سواء في امر الدنيا او الدين. هذه نقطه مهمه جدا جدا وهي انك تبقى عارف وقتك بيروح فين. راقب وقتك من اول ما تصحى من النوم لحد ما تنام وشوف نفسك بتصرف وقتك خلال اليوم في ايه. اكتب كل حاجة بشفافية واكتب بتصرف فيها وقت قد ايه خلال اليوم، وشوف بقى هل الحاجة دي مهمة؟ طيب هل الحاجة دي فعلا تستحق كل الوقت اللي انت صرفت عليها؟ طيب ايه أفضل بديل يخليك تحقق أفضل استثمار من وقتك اللي انت صرفته في الحاجة دي؟ كمثال مثلا لو أنا يوتيوبر مشهور، هل الوقت اللي هصرفه على مونتاج فيديوهاتي العائد منه أفضل؟ ولا الأفضل إن أنا أفوض المهمة دي لحد تاني وأنا أستغل وقتي في حاجة أكثر ربحا ليا زي إن أنا أصور فيديوهات جديدة أو إن أنا آخد نبطشيات إضافية؟ مثال تاني، لو أنت مغترب هل الأفضل ليك إنك مثلا تطبخ بنفسك في البيت ولا انك تستغل وقتك ده وتستثمره وتحافظ عليه وتعوض ده بانك تشتري اكل من بره؟ وهل وقتك ده لو انت وفرته فعلا هتستخدمه في حاجه اكثر ربحا واعلى عائد بالنسبه لك ولا لا؟ فانت شوف ايه اعلى عائد لوقتك وحاول تستهدفه دايما. انت ممكن تكون طموح جدا واهدافك كتير، ولكن الحقيقه للاسف هو انك مش هتقدر تحقق كل حاجه على الاقل بالشكل اللي انت عاوزه، فلازم ولابد وحتما انك تتبنى فكر ترتيب الاولويات. هتلاقي كلامي ده بارز عندك اكتر في بدايه كل سنه جديده. كل واحد بيبقى الحماس عنده في السماء وعاوز يتعلم انجليزي والماني ويطلع الاول على دفعته ويتعلم مونتاج وجرافيكس ويتعلم برمجه وتربيزات بينج وبلياردو وعايز يعمل كل حاجه حرفيا، وفي الاخر هيخبط في حقيقه انه مستحيل تعمل كل حاجه في نفس الوقت. لكن الخبر السر في الموضوع هو على الرغم انك ما تقدرش تعمل كل حاجه في نفس الوقت لكن تقدر تعمل اي حاجه انت عاوزها في اي وقت، بس في حال انك رتبت اولوياتك. اكتب لسته بالاهداف اللي عاوز تحققها والحاجات اللي عاوز تعملها حسب كل فتره من الزمن، وحدد اهم ثلاثه منهم، وابدا في اول واحده وركز عليها لفتره من الزمن، وبعدها الثانيه والثالثه وهكذا ولكن بالتوالي. بالطريقه دي هتستغل وقتك وطاقتك وتركيزك وتحقق منهم اقصى انتاجيه وافاده ممكنه باذن الله. على سيره الطاقه فمهم جدا ان تعرف ان اداره وقتك هي ضلع من مثلث متساوي الاضلاع، واضلاعه الثلاثه هي وقتك وطاقتك وانتباهك. انت ممكن تكون فاضي اغلب اليوم لكن للاسف ما عندكش طاقه
طاقه تعمل اي حاجه في يومك او تستفيد بالوقت ده. فرقم 4 هي انك دايما تكون حريص على طاقتك وانك ما تصرفهاش بشكل رخيص. اظبط نومك، العب رياضه، اتغذى بشكل كويس، واعمل لنفسك نظام غذائي صحي، اكسر العادات اللي بتستنزف طاقتك زي السجاير وزي الدخان والسهر وغيرها، خليك دايما رطب واشرب ميه كتير. كل دي ممارسات هتحافظ على طاقتك وتخليك في اعلى مستوياتك الذهنيه والصحيه. وممكن تبحث عن الموضوع وتديله اهتمام اكتر، يا ريت يعني. كمان انتباهك مهم تحافظ عليه وما تبيعوش بالرخيص لاي حد واي حاجه انها تسرق انتباهك. فحاول على قد ما تقدر انك تقلل المشتتات من حواليك. نقطه كمان مهمه بخصوص الموضوع ده، وهي انك تخلي تقسيمه المهام خلال يومك متناسبه حسب مستويات طاقتك، فتعمل اكبر المهام في اكتر الاوقات انت فيها عندك طاقه وهمه. بسال واحد صاحبي ايه اكتر مشكله بتواجهك بتضيع لك وقتك، فكان رده هو التوهان. بيقول لي بلاقي نفسي احيانا كتير قاعد ما بعملش حاجه مفيده وممكن امسك الموبايل واسرح معاه بالساعات. والحقيقه ان دي مشكله ناس كتير جدا، مع ان الحل بسيط جدا وهو انك تحدد مهام معينه لكل فتره من الزمن. لو ما حددتش قبل يومك ما يبدا هتعمل فيه ايه بالظبط، هتلاقي الاحداث الطارئه والنفسيه المتقلبه بتسحبك لسكه تانيه غير اللي عاوز ونفسك تكون فيها وبدون ما تحس. فلازم يكون عندك بديل للفراغ، ولازم تكتب مهام يومك قبل ما يبدا، والمهام دي اربطها بمواعيد تقوم بيها فيها، وتحاول بقدر الامكان انك تلتزم باللي مطلوب منك في ميعاده اللي حددته مسبقا. ده هيخليك تحافظ على وقتك، وشعور الالحاحيه اللي هيتولد جواك هيجدد لك طاقتك ويعلم من انتاجيتك ويخليك تنتج اسرع باذن الله. ولو الوقت اللي انت حددته ما كانش كافي للمهام اللي انت ربطتها بيه، فحاول تظبط ده في اليوم اللي بعده. ولكن المهم انك ما تخليش مهمه تدخل على وقت المهمه الثانيه. Done better than perfect، لانك في الغالب لو زودت في الوقت على حساب المهام الثانيه لا هتعمل المهام الاولى ولا الثانيه. فالمهم هنا هو انك تنجز اللي عليك في الوقت اللي انت حددته ليه، والمثاليه هتيجي مع الوقت. ابقى تعالى قابلني. لا 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 بهزر. هقول لك على عاده فرقت معايا كتير جدا، هتعمل لسه بالمهام المطلوب منك تنجزها خلال اليوم، ولكن علشان عقل الانسان قدرته على التركيز محدوده، هتعمل فلتر للمهام دي وتصنفها حسب المهام اللي بتحتاج منك تركيز كبير والمهام اللي بتحتاج منك تركيز سطحي او بسيط، واعمل لسته يوميه لمهامك حسب التصنيف ده. ودايما في الاوقات البينيه طلع اللسته دي وشوف ايه اللي يناسب ظروف وقتك الحالي. الاجانب بيسموا العاده دي عاده ماكدونالدز، وهي انك تستغل وقت انتظارك في المطعم او الاوقات البينيه عموما في انك تعمل بعض المهام اللي مش بتحتاج منك وقت كتير. استغلالك للاوقات البينيه ولكن بالطريقه اللي قلت لك عليها هيصنع لك فارق كبير جدا في حياتك على المدى البعيد. حرفيا انت ممكن تتعلم لغه جديده في وقت المواصلات بس. مش عاوز ابالغ، بس لو سمعت الفيديو ده تاني وراجعت كل اللي انا قلته فيه وركزت، هتلاقيني جمالك كل حاجة انت محتاج لها علشان تقدر تستغل وقتك وتستثمره افضل استثمار. الدور الباقي بقى عليك وعلى همتك وحرصك. ربنا يرزقكم الهمة والعزم ويانا، وتنسيش بصالح دعائكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.